بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ما يرضيك عنا تمام الرضا، آمين يا من بيده كل قضاء. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر الذي عم نواله للخلائق جميعا. وأما من بخل واستغنى، لا يتي افار اي سوفيزون، تبقى الخي ومالك مال ربي. وقال لك ربي كيفاش تصرف فيه، كيفاش تكسبه، كيفاش ولا تملكه، كيفاش تصرف فيه. اما ما تخزنوش، خاطر عندك اياتك اللي يكنز الذهب والفضه وما الى ذلك، ما لا مآل معروف. وارجو القران، استرجو القران، وشوفوا رسول الاسلام عليه الصلاه والسلام كيف حذر من هذه الحاله المقيته. وأما من بخل واستغنى، قال أنا ما نيش بحاجة للرب اللي تقولوا به، أنا في عافية، أنا أولادي تشوف فيهم كلهم زايين، كلهم منورين، ومالي ولا يوعد كما قال قارون، وحصل فيها في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، قال ماشي هو ما يشربوا بعد، مش تقول لي فما عمل صالح مش يرجع لي كما تقولتي غلاله. ما ذمنش، ما نمنش، تقول لك ما نمنش، ما تمنش، ما تقولكش دينك منك، شيطانك دليلك والعياذ بالله.